الفاشلون في هذه الحياة اثنان: رجل فكر ولم يعمل، ورجل عمل ولم يفكر. والرجال اثنان: ورجل استيقظ في الظلام، ورجل نام في النور. أيهما أنت؟ أيهما أنت؟ لماذا هناك إنسان يدير عشرات الشركات وهناك إنسان لا يستطيع أن يدير مؤسسة؟ يجب أن تكون واقعي في طموحاتك. ما لم تكن لديك ثقة لن تصل إلى النجاح أبداً. ويقال: من أراد أن يخطط لسنة فليزرع البذور، ومن أراد أن يخطط لعشر سنوات فليغرس الأشجار، أما من أراد أن يخطط لمئات السنين فليستثمر العقول. هذا البرنامج تشاهدونه حصرياً على قناة الخرج التعليمية.